بقى هب قدم سلاحك على الأرض بقى. المحور إيران سوريا حزب الله على المحك. فمن جهة واحدة الرئيس السوري بشار الأسد يحصي أيامه الأخيرة، ومن جهة أخرى إيران بدأت تشعر بتأثيرات العقوبات الاقتصادية، ما أدخل هذا المحور إلى موجة من التوتر، وبهذا كل عضو في المحور يحاول إنقاذ الآخر، وذلك من خلال نقل وتبادل الأسلحة، الأمر الذي يقلق إسرائيل. ونحن عقبين أخي أفشهود شخص بلاي نسل نتل تيزدنوت ولاعبير مرخوت نشق متقدمות. יותר מזה לא נכון לומר, לא מתי נפעל, איך נפעל, אם נפעל. אני אומר, ישראל איננה יכולה לקבל העברת מערכות נשק מתקדמות מסוריה ללבנון. לאול מרה יקום אמין العام למנזמת חזב אללה חסן נסר אללה בלעתרף בתסלומה אסלחה מן סוריה, ليس فقط في الآونة الأخيرة إنما منذ حرب לבנן الثانية. وعندي شاهدان. الشاهد الأول وهنا لا أكشف سرا لأن الإسرائيليين أعلنوا ذلك في أيام حرب تموز، أن أهم الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعد حيفا وعلى وسط إسرائيل فلسطين المحتلة كانت صواريخ من الصناعة العسكرية السورية أعطيت للمقاومة في لبنان. سوريا لم تكن للمقام في لبنان مطار أو مرفأ أو جمارك أبدا. سوريا كانت سند أعطت للمقام في لبنان سلاح يمكنها من الوقوف في حرب تموز. وأنا أقول لكم أيضا بصراحة إن أهم الأسلحة التي قاتلنا بها في حرب تموز كانت من سوريا، على ما يبدو منظمة حزب الله ليست الوحيدة التي تتلقى الأسلحة من سوريا وإيران، بل أيضا حركة حماس في قطاع غزة سلحت على يد إيران وسوريا على حد قول نصر الله. في قطاع غزة أيها الإخوة والأخوات، السلاح الذي كان يصل إلى قطاع غزة، الصواريخ التي تصل إلى قطاع غزة، معلش اليوم بدي أحكي مشبرح، إسرائيل اليوم تخاف من قطاع غزة. قطاع غزة لأول مرة في تاريخه بنزل 1.5 مليون مستوطن يهودي على الملاجئ. إسرائيل تخاف اليوم على تل أبيب من قطاع غزة، ومن حقها أن تخاف. هذه الصواريخ كيف وصلت إلى غزة ومن أين وصلت إلى غزة؟ هل أوصلها النظام السعودي؟ هل أوصلتها النظام المصري؟ هل أوصلتها الأنظمة العربية؟ لا. وكالات المخابرات الدولية أشارت في السابق على تعاون واسع بين هذا المحور ومنظمات إرهابية أخرى كالقاعدة، وسوف تشاهدون شهادة واضحة حول العلاقات الوطيدة بين إيران والقاعدة. سيف العدل القائد الجديد لمنظمة القاعدة كان معتقلا في السجون الإيرانية إلا أنه حرر مؤخرا. لكن الأستاذ الأخ سيف العدل الله يحفظه بارك في عمره له علاقة جيدة مع الحرس الثوري الإيراني، فأتوقع فيه يعني نوع من المعاملة حيكون فيه نوع من خصوصية في التعامل مع سيف العدل والشباب اللي كانوا هناك. لكن حتى رجعوا إلى أفغانستان، بعد رجوعهم إلى أفغانستان يعني حتى هو في محللين بيقولون إنه إيران وقتت متى تسمح له إنه يطلع من الإقامة الجبرية والخروج من إيران، ربما للقيام بعمليات. ليس فقط القيام بعمليات، يعني هل بتعتقد في تنسيق بين القاعدة وإيران؟ التنسيق لابد يكون، لأنه في النهاية في قاعدة عسكرية تقول عدو عدوي صديقي. سقوط الرئيس السوري بشار الأسد عن سدة الحكم قد يكون صفعة قوية لمحور التحالف الذي يعيش في الفترة الأخيرة أصعب أيامه.